عملوا النهارده مبادره بين الجامعتين، جمعيه الرحمه رعايه مرضى الكبد مع مؤسسه الدنيا جديده للأعمال الخيرية. بنحاول نقدم النهارده جزء بسيط ودعم لمنطقة السيدة زينب، واحنا موجودين دلوقتي في حي اسمه حي أبو الريش في السيدة زينب جنب جامع المواردي، تقريبا بيكاد يكون من أفقر الأماكن اللي موجودة في منطقة السيدة زينب. بنقدم بطولة مواد غذائية للأسر اللي موجودة عندنا. الكرتونة يمكن تكون بسيطة شوية، بس بتحاول نخفف الدعم عن الأسر في ظل الغلاء اللي موجود فيه. الحمد لله سافرنا كذا منطقة، سافرنا أسوان قدمنا عرايس، سافرنا البحر الأحمر، سافرنا أسيوط، سافرنا سينا، سافرنا السلوم. الحمد لله لينا سبق في العمل الخيري، لينا باع فيه بإذن الرحمن. جمعية الرحمة لرعاية مرضى الكبد نازلة النهارده بتوزع 150 كرتون على منطقة مصر القديمة. هدفنا إن احنا نرفع الآلام عن الناس المحتاجة، الناس الغلابة، وان شاء الله باذن الله في مبادرات ثانيه هتبقى بنفس كده. واحنا والله بنخطط لحمله كل يوم، المفروض ان احنا ننزل كل يوم مناطق نوزع الناس، بحيث ان الفقير يبقى يلاقي حاجه تساعده. وده خير للناس، الناس كتير هنا محتاجه حاجات كتير. الناس بقول لك كتير هنا وسط غلابه، يعني ما تصدقوا على الجمعيه دي. جمعيه حلوه، الصلاه على النبي دخلنا والله اشكروا.